لما أقول أعرف أنا مين وأنا عايش ليه، أنا قريت في الموضوع ده كتير جدا، لأن مشغول بصدق قدام الرب إن أيقظ عقول الشباب أنت عايش ليه. فقريت عن ناس كتيرة مثلا، علشان أصحح الـ 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 الأهداف اللي الناس عايشالها، قريت عن المطربة الشهيرة داليدا. داليدا دي مصرية المولد، إيطالية الجنسية، اتولدت سنة 1933 في مصر، وبعدين سافرت فرنسا، في وقتها كانت عاصمة الفن، وتربعت على عرش الفن 30 سنة، وغنت بعشر لغات، عشر لغات، اسطوانات ملايين، جماهير ملايين ملايين، وفي الآخر انتحرت وسنها 44 سنة. حد يصدق؟ أنا بقول ده لكل مشاهد ليه، يعني يمكن يقول لي أنت بتقول ده ليه، عشان أقول للي بيشوفني دلوقتي، إذن الشهرة ما أشبعتش قلبها، الفلوس الكتيرة جدا ما ملتش الفراغ اللي جواها خالص. يوم ما انتحرت، الشيء الغريب، سابت قصاصة ورق صغيرة مكتوب عليها سامحوني لقد أصبحت حياتي لا تطاق. أقول يا نهاري، حياتك لا تطاق إزاي؟ قبل ما تموت يا أسيس نزار بأسابيع، صحفي مشهور كان بيعمل معاها حوار، يقول لها إيه؟ صفي لنا مقدار سعادتك وأنت قد حققت ذاتك ووصلت إلى جماهيرية وشعبية لا حدود لها. ردت عليه قالت له إيه؟ قالت له، ردت والدموع في عينيها وكسر ملي قلبها، قالت له إيه فايدة النجاح في الحياة العامة بينما في فشل في الحياة الخاصة؟ وقالت له إن الحياة الخاصة تبدأ بعدما ينتهي الحفل وتنفض الجماهير وكل واحد يعود إلى بيته. أنا بقول ده للمشاهد عشان يفكر فيه. يا داليدا، دي كل الناس تتمنى تاخد صورة معاكي، تتمنى تكتبي لها كلمة، الفلوس الشعبية الجماهيرية. لكن كل ده قريت عن مارلين مونرو، ملكة الإغراء، ملكة الإغراء، كان لها علاقات، يعني دي أعظم نجمة أمريكية، ولدت في كاليفورنيا، وبعدين وصلت لجماهيرية غير عادية وليها علاقة بالسياسيين الكبار في وقتها. انتحرت وهي عندها 33 سنة، سابت ورقة صغيرة. أنا مسجل كل ده، واللي بيشوفني أرجوك دور على جوجل هتلاقي الكلام ده. سايبة قطعة ورق تقول أشعر أنني لست حقيقية تماما، أنا مجرد زيف، أنا صناعة سينمائية أتقن صنعها. لا أنا حتى أتخيل أقول فين تحقيق الذات ده. فبقول لكل واحد بيشوفني، ممكن تكون عندك فلوس لكنك زيف، ممكن تكون كونت شعبية وجماهيرية لكن مهلهل من جوه. روبن ويليام أعتقد كل مشاهد سمعني دلوقتي عارفه، أشهر كوميدي في هوليود، انتحر سنة 2014، ده من ثلاث سنين، أشهر كوميدي. تخيل يا أسيس نزار بيضحك الطوبة والحجر زي ما بيقولون عندنا في مصر، وهو لما انتحر كان يعاني من اكتئاب حاد. يا نهاري يا نهاري.